السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بيكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات أدوبي أفتر إفكتس. يمكن النهاردة مش عبارة عن ورشة أو محاضرة بالمعنى المفهوم، هو عبارة عن خطأ شائع بيقع فيه معظم المصممين الجرافيكس، وهو الخاص بعملية التراكنج. يعني لما باجي أعمل عملية تراكنج على أي فيديو جاي لي، أنا نفسي واحد من الناس بيقابلني مشكلة ان الفيديو اللي جاي ما بيبقاش متصور كويس. يعني ايه متصور كويس؟ يعني مش اتش دي. ناس كتير قوي فاكره ان كلمه اتش دي معناها 1920 في 1080 او 1280 في 720. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع في حد فاصل قوي غير موضوع المقياس وغير موضوع البيكسل اسبيكت ريشيو، وهو دقه الكاميرا نفسها. اولا الكاميرا لو مش دقيقه هتدي لك فيديو اي نعم مساحته اتش دي، لكن هو مش فول اتش دي، بمعنى انك انت لو عملت 100% هتلاقي جرين. زي ما انت شايف في هنا، نزود اكتر هتلاقي هنا جرين، او هتلاقي شوشره ملهاش اي لازمه. هتبان قوي في المناطق اللي هي مش الشادو، لكن هتبان في مناطق الميد تونز زي ما احنا شايفين كده، في الوان ملهاش لازمه، في زي حبيبات صغيره كده هنا باينه قوي اهي. الميد تون زي ما قلت هي لا هي منطقه ضلمه ولا هي منطقه فاتحه قوي، لكن هي منطقه وسطيه. عشان كده دايما تختبر النويز بتاعك في مناطق زي دي. الحل بتاعها طبعا، بالمناسبه يعني انا مش في حل برضو ان انا ارفع الفوتج دي، لانها ملك لشركه عين العربيه للانتاج الفني الخاصه بالاستاذ احمد الفقير، لكن انا قلت دي من ضمن الحاجات برضو اللي قابلتني في شغلي، فقلت ان انا اشرحها لكم عليها او اشرح لكم الموضوع ده. في كذا حل للموضوع ده. الحل البدائي قوي اللي هو الفلتر الاساسي اللي هو ريموف جرين. لو حطينا ريموف جرين بالشكل ده كده ورحت في الفيونج مود قلت له الفاينل اوتبوت، لو خدنا بالنا هو ما عملش ريموف، هو عمل بلر، يعني اخفى الديتيلز. اقدر رحت للتمبرال فلترنج وعملت انيبلد هيديني نتيجة احسن، لكن المشكلة الكبيرة قوي انه زي ما انتم شايفين عمل لاين، غير كده كمان الايدجز مش مظبوطة. صحيح انا ممكن اظبط السنسيفيتي، لان في هنا حركة، ممكن اقول له 1.5 او 1، تمام، هيداري الخط اللي هو عمله، تمام، لكن برضو الايدجز لازالت زي ما هي، وبرضو النويز ما اتشالش. حتى لو انا رحت للنويز ريدكشن سيتنجز وجيت زودت النويز ريدكشن خليته مثلا 3، نستنى شويه، تمام. طبعا ادي لو شلنا ده كده، ادي قبل وادي بعد، طبعا النتيجه جميله جدا وكويسه جدا. لكن لو خدنا بالنا بصوا كده زي ما شفنا في شويه ديتيلز طارد، في شويه ديتيلز، غير كده كمان لو زومت قوي بص كده اللي هيحصل في حته زي دي، تمام، البلر راح مسيح ده على ده، ما خلاش الايدجز باينه. طب الموضوع ده ينفع ويمشي عادي مفيش مشاكل لو الفيديو لو هو جاي لك فيه عيب وانت يا دوب بس عايز تداري العيب وتعمل له ريندر، لكن لو تراكنج مش هينفع الموضوع ده، لان البلر ده هيلخبط التراكر. بصراحة هو في بلجن حلو جدا، تمام، اسمه دي نويزر. الدي نويزر ده كان طالع منه 2 فيرجن، في دي نويزر 1 ودي نويزر 2، هما تقريبا نفس الحكاية، غير ان في النيو فيتشرز في 2 ضافوا حاجة اسمها الموشن سنسيتيفيتي. لو انا جيت خدت الدي نويزر 2 مجرد بس انا هضيفه، هستنى شوية، تمام. تعالوا بقى لو رحنا للنويز ريدكشن، ممكن ان انا اعلي النويز ريدكشن شويه. ده لو في عندي فوتج النويز فيها عالي قوي. غير كده في حاجه مهمه جدا في موضوع الدينويزر 2، لو فتحنا الادفانسد سيتنجز المهمه قوي حته شو ديتكشن. لو عملت كده وجيت زومت عملت زوم اوت، دي الحتت اللي فيها نويز، هو واخد الفريم ده كمرجع ليه، واخد الفريم ده كمرجع لي. طيب تعالى انت المفروض تشوف اكتر فريم عندك في نويز او في جرين وتخليه يعمل سامبلنج
للنويز ده. طبعا لازم احط الموشن استيميشن عشان ياخد في حساباته ان الفيديو ده في حاجات بتتحرك. امشي شويه كمان كمان كمان، اعتقد ترجع شويه، انا مش فاكر بالظبط الفريم كان رقم كام اللي انا كنت اشتغلت وثبت عنده، تمام، لكن هطلع قدام شويه لغايه ما يجيب لي بالظبط حاجه بالشكل ده كده، ولو اني هطلع برضو قدام سنه، وهعلي النويز ريدكشن ليفل، هخليه مثلا وليكن 12% عشان اضمن انه مفيش مشاكل. ارجع لورا كده، اطلع لقدام، تمام، متهيألي هنا كويس قوي، تمام، متهيألي الحته دي كويسة جدا. في لو انا قلت له المهم جدا بقى عشان يحافظ على الايدج زي ما انا قلت، في الشادو اوفست والهايلايت اوفست. غالبا بيبقى النويز باين قوي في الحتت اللي فيها شادوز اكتر من الهايلايت، عشان كده علي شوية الشادو والهايلايت يعني سنة بسيطة مش للدرجة. بعد كده زي ما انت قول له سامبل فريم، اصبح كده السامبل فريم بتاعه هو الفريم رقم 115 بدل الفريم مكان 161 على ما اعتقد او 163 على ما اعتقد. بعد ما تخلص قول له النويز هنت، قول له انها تبقى هاي علشان تبقى السنسيفيتي اعلى. غير كده كمان الفوتج سورس اما ان هي تكون فيديو او ان هي تكون من فيلم، لو فيلم هتلاقي الفاين تيوننج دي اتقلبت بقت ار جي بي، لكن لو فيديو هتلاقيها لوما اوفست. ممكن ازود اللوما اوفست شويه كده او الكروما اوفست شويه. بعد كده خلصت تشيل الشو نويز ديتكشن عشان تشوف الاكشوال افكت او تشوف التاثير الرئيسي بالمنطق. اظن متهيألي فرق كبير قوي بين الاثنين، بين ال بين النويز جرين او الريموف جرين اسف، وبين الدينويزر 2. بس في نقطة أنا عايز أقول لكم عليها، اللي أنا عملته واللي أنتم شايفينه ده صح، مفيش فيه أي مشاكل، لكن زي ما أنتم شايفين فينا برضو شوية نويز. طب حلها كان إيه؟ الحل اللي أنا عملته اقفل الدينويزر، روح للإكسبوجر. ليه الإكسبوجر؟ الإكسبوجر يعني بالبلدي كده هيفضح الميد تونز، يعني هيطلع الحتت اللي فيها نويز في الميد تونز، سواء في الشادوز أو سواء في الحتت اللي فيها هايلايتس. حط الاكسبوجر بس طبعا مش بعد الدينويزر، حطه قبل الدينويزر. هو ليكن نخلي الاكسبوجر بواحد بالشكل ده كده، شايفين؟ بعد كده كل اللي انت عليك تعمله نشط بقى الدينويزر، هيعيد حساباته مره ثانيه وهتلاقي الموضوع زي ما انت شايف سموز ومفيش فيه اي مشاكل. افتح الدينويزر بقى، روح للانهانسمنت، خليها مثلا ولتكن 50% عشان ما نخسرش اي شارب ايجز في السين، تمام. لو رحنا بعد كده زودنا النويز سنسيتيفيتي خليناها 25%، تمام، ومثلا رحنا لدي خليناها 200 عشان تبقى السترينجز بتاعه عالي، تمام. بالشكل ده تقدر انك انت تعمل تراكنج وانت مرتاح من غير وجع دماغ. ممكن نرفع ده شويه كده في الشادوز عشان ناخد هنا، ايوه شفتوا بقى الايدجز اللي بانت دي، تمام، وفي الهايلايت نقلله شويه عشان برضو نوضح بالظبط. ده اللي انا محتاجه وده اللي انا عايزه. زي ما انتم شايفين اداني الايدج مظبوطه على عكس على فكره ده مش نويز، ده موشن بلر، ده بلر مش نويز، لان الحركه هنا كانت سريعه. لو رحنا كده بعدنا نستنى بس شويه على ما يعمل السامبلنج ويظبط الدنيا، تمام. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا ادي مفيش اي جرين نهائي في الحته دي. بصوا لو انا شلت اساسا، مش لو شلت، انا هضغط هنا اف 4 واضغط على اف اكس اشيل كل الافكتات، وبصوا الفرق، شايفين؟
بصوا فرق كبير قوي لو انا عملت لكم كده. فرق كبير قوي قوي بين الاثنين. معلش كنا بسرعه شويه وقلت يا رب بس ادعوا لي بالشفاء اهم حاجه، يعني النهارده ان شاء الله داخل اعمل جراحه بسيطه كده، فقلت اقول لكم على حاجه قبل ما اروح واديكم حاجه بسيطه قبل ما اروح. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.